وجهت رسالة للسيد الرئيس كراجل مواطن عادي او بفهم شوية في الرياضة، فبقول له ان يا سيادة الرئيس تدخل لايقاف يعني مثلا ليه لغاية دلوقتي احنا الجماهير ما بتحضرش المباريات عشان اللي بيحصل ده، واخد بالك؟ لو كل واحد يعرف حدوده واللي بيخرج عن النص بيتقطع رقبته، تقطع رقبته، واخد بال حضرتك ازاي؟ يبقى لان انا اللي انا عايز اقوله حاجه برضه، وسيادتك تعلم يمكن اكتر مني بالنسبه لكره القدم بالذات، يعني اللعيبه اللي بتلعب من غير جماهير في على في ملاعبها فنيا متاثره بشكل كبير، زي الراجل بتاع الممثل في المسرح من غير ناس مفيش بيرفورمانس، مش هيدي البيرفورمانس. فده اللي انا عايز اقوله، الو على ان اصوات الجماهير بالنسبه للاعب لازم ياخد عليها، واخد بال حضرتك ازاي؟ فدي حاجة برضو مهمة جدا، الناس مش فاهمة هذا الكلام. احنا لازم نرجع زي ما كنا، الناس كلها موجودة، مفيش حد دلوقتي بيلعب من غير جمهور إلا علشان المشاكل اللي موجودة عندنا. صح.